اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده وخاصه كمان من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده مفيش لا محمر ولا مشمر. النهارده عندنا حلاوه المولد، وحلاوه المولد من العادات اللي موجوده عندنا متورثه من اجيال ثم اجيال، وابهاتنا واجدادنا كانوا زمان يخشوا بقى، وكان العروس والحصان الاحمر والحصان الابيض والعروسه الحمراء والعروسه البيضاء، والحاجات دي موجوده لغايه دلوقتي في الصعيد الجميل والريف المصري الجميل اللي انا بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. ولكن دور الشيف المغازي افكار جديده. ايه رايكم نيجي نتفق مع بعض كده على حاجه واحده؟ ايه هي؟ ولادنا بيحبوا حلاوه المولد، وبتيجي الموسم وبتيجي المناسبه الجميله الحلوه بياكلوها او بنشتريها، فتعالي اعملها في البيت بطريقه جديده. نعمل الفوليه النهارده بالبنجر، حاجه جديده دي. بس قولوا معايا حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. فوليه بالبنجر يا مغازي ده ما سمعناش عنه قبل كده، اكيد فيها تفاصيل، فيها خبره طهويه هتقدر انك انت توظفها في انك تعمل الفوليه بسكر البنجر والبنجر. حلو قوي. معانا النهارده الشوفان، هنعمل اصابع الشوفان المقرمشه بطريقه جديده برضو، ونشوف هنعملها مع بعض ازاي لحبايبنا اللي عايزين ياكلوا حلاوه البولت بس مش عايزين حاجه دسمه. هنعملها مع بعض النهارده. الجديد بقى كمان النهارده المعتاد عليه الشيف المغازي دايما بيقدمه لكم، معانا السمسميه. السمسميه في كل المحلات سمسميه، بس سمسميه بالكركم دي حاجه جديده. والكركم ده ممكن يخش في الحلويات. ما عندنا حلو مشهور جدا في لبنان اسمه السفوف والنموره، حاجات لطيفه بتاخد كركم في الاساس والمكونات بتاعتها، بتبقى طعمها حلو، حاجه كده عامله زي كيكه الاسفنجيه. فهندخل النهارده الكركم في السمسم بتاعنا، وتبقى كركم السمسميه بالكركم. الكركم مفيد جدا للكبد وبنشط الكبد وبنشط الدوره الدمويه، وقيمته الغذائيه عاليه جدا. معانا كمان النهارده كلنا عارفين جوز الهند والشكلمه، شاطرين في عمايلها برضو الشيف المغازي يعملها بطريقه جديده النهارده، ويعمل الشكلمه باللوز. يا مزاجه اللوز، يعني نعلي اوميجا 3، يعني اولادنا في المدارس ننتهز الفرصه بيحبوا حلاوه المولد، فاعملها بطريقه جديده وافتكاسه. خليكي معايا كده ونشوف الافكار الجديده الحلوه دي تناسبك او لا تناسبك، وجربي، لان الحياه كلها تجارب، وفي الاول وفي الاخر اللي بيعجبك انت اللي بتعمليه بناء على رغبه ولادك. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف لكل الناس اللي بتتابعنا وبتتابع القناه الاولى وبتتابع التلفزيون المصري في كل انحاء الكره الارضيه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الاستاذه رحاب بتقول لي هتبدا بايه؟ والعادي لما بيكون عندنا مطبخ اكل ومحمر ومشمر، يعني نبدا بالفراخ يا بالسلطه يا بطبق الحلو، ده الطبيعي. الحلويات اللي بتقوم مولد هي لها اساسيات، عشان نبقوا فاهمين بس اللعبه ماشيه ازاي. خلوا بالكم محلات الحلويات تتنافس في عمايلها باشكالها بقى، يقول لك روميه حلوميه الجو اللي احنا عارفينه ده كله، ولا هي طلعت في الاخر سكر جلوكوز وسكر معقود على النار بياخد اي نوع من انواع المكسرات. بس عرفت ده المختصر المفيد للموضوع. ولكن في محل بيبيعها غاليه، في محل بيبيعها رخيص، حسب البراند بتاعه وحسب الاسم بتاعه، واحنا عارفين كل الكلام ده، مش عايز يضحك عليكم يعني. فانت جوزك هيشتريها ويقول له بتسلم يا حبيبي وتبوس على ايده والف هنا وشفا وتشكر، انا عامله لك النهارده بقى شغل ايدي، عامله الفوليه النهارده بالبنجر. هيقول لك يا حاجه ده كلام، قول له طب جرب، مش البنجر بناكله سلطه وسكريات وبتصنع منه السكر، احنا جبنا البنجر بالجمل بما حمل وهنعمل بيه الفوليه بتاعتنا. مقاديرها على الشاشه يا استاذ رحاب، فول اللي هو الفول السوداني الحلو الجميل الحلو ده، ومعانا بنجر، ومعانا عسل جلوكوز، مش هنحط لها سكر، بس السكريات فيها قليله جدا. ممكن نحط شويه فانيليا عشان يبقى طعم الفانيليا فيها، ممكن نحط شويه حبان يبقى طعم الحبان فيها. بساطه، سهوله، مرونه. تعالوا نشوفوا هنعملها مع بعض ازاي. حل على النار، وتعالوا نعمل مع بعض السكر المعقود بتاع الفوليه بتاعتنا الجميلة. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. الزبدة هنا ملاش مكان بيننا ولا البيض، هنشيله ورا. حلو الكلام. ولكن في حاجات لازم تجهزيها وانت بتعملي حلاوة المولد، لو انت هتعملي كمية وتوزعها على قرايبك وعلى جيرانك وحبايبك. التحضير اللي هو الميزنبلاس بيسموه في المصطلحات بتاعة المطبخ. السمسم عندك يكون متحمص وجاهز، الفولية داخلة الفرن ومتحمصة دافية، ما تكونش فيها رطوبة عشان تمسك في السكر بتاعنا، الحاجات دي مطلوبة. الشوفان برضو ما يكونش فيه رطوبة، الجوز الهند تكون ناعمة عندك، عسل الجلوكوز ده بيتباع في المحلات بالبرطمان، البرطمان بتلاتة تعريفة، الحاجات دي كلها. طاسة على النار اهي، حلوة اهي. هنحط في الطاسة دي يا عم الشيف شوية سكر.
والسكر ما يتقلبش كتير. معانا السكر على النار بنعمله اهو بالشكل ده كده، اه بيتكرمل. العيار بتاعه قد ايه يا مغازي؟ 3 كوبايات سكر بياخدوا كوبايه ميه. العيار غير لما بنعمل السكر بتاع البسبوسه او سكر الكنافه او السكر بتاع بلح الشام، بيبقى كثيف شويه وتقيل. بنسيبه لغايه لما يدوب، وبعد ما يدوب بنغذيه وبندعمه بعسل الجلوكوز. لغايه دلوقتي احنا كده زينا زي الناس، مفيش جديد. عايزاها بطعم الحبهان، هتحط حبهان ناعم مضروب في الخلاط كده ومضروب في الكبه والمطحنه بتاعت التوابل، بقت الحلويات بتاعتك اللي انت بتعمليها. احنا بنتكلم بالكلام العام بقى، لسه ما دخلناش في البنجر والكركم. يبقى الحلو بتاعك بطعم الحبهان. عايزاها بطعم الفانيليا، بتحط شويه فانيليا تبقى الحلوه بتاعتك بطعم الفانيليا، اذا كانت سمسميه، فوليه، حمصيه، فستقيه وهكذا. عايزاها بطعم القرفه، تحط شويه قرفه. عايزاها بطعم الليمون، هتحط بشره ليمون. انا عايزك دايما تكون مختلفه. يعني انا لما اجيب الحلويات من المحل بتاع الحلويات اللي في الشارع عندنا ولا في المنطقه، طب انا عملت ايه؟ ما انا عامل حاجه جديده بايدي انا، حتى لو كانت مكلفه شويه في الماتيريال، مع انها مش مكلفه ولا حاجه، بس انا عملت حاجه بايدي وعملت في المناسبه الحلوه دي، عملت دخلت المطبخ وعملت لاولادي حاجه حلوه، زي كعك العيد كده. احنا دايما بنشتريه، بس لما نعمله في البيت دي طقوس وعادات بتبقى لطيفه وجميله. السكر بيدوب هنا بالشكل ده كده، وعلشان ياخد القوام بتاعه اهو، حلو، لازم ياخد القوام ده كده اهو، بيغلي لمده تقريبا 8 دقايق على النار بالشكل ده كده. خلي بالك ده لما يطلع من النار ويقعد فتره تلاقيه شد بقى وبقى زي عسل الجلوكوز ده، زي الكراميل اهو. اي رغوه تيجي على السكر من فوق بتشيلها معلقه صغيره كده، ما تخليش رغوات. الحاجات اللي بقولها دي مهمه جدا اهو، الرغوه البيضه دي برفعها بالراحه، ده الاساس. الحلاوه البيض كلها مش هتاخد وقت بعد كده اهو اهو، نشيل الرغوه دي كده. وكل ما يغلي على النار لمده 8 دقائق بياخد القوام بتاعه او الكثافه بتاعته او الغلاظه بتاعته. الرغوة دي بنشيلها عشان الرغوة دي هتخلي الحلويات تفصل من بعضيها. سؤال حلو قوي، ليه بنشيل الرغوة دي اهو؟ في سكر نوعية ممكن ما يعملش الرغوة دي، خلي بالك اهو، لا سكر ابيض. بيسألوني نعمل حلاوة المولد بسكر البنجر اللي هو الاحمر او اللي هو مدي شوية للون الحمار او الاسمر، لا، اتعمل بسكر اللي بياخده على البطاقة، السكر الابيض ده، خلي بالك ده احلى حاجة في حلاوة المولد. طبعا انا عارف الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل العالم اللي بيتابعنا دلوقتي على القناه الاولى بنقول لكم لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. انتوا بتعملوا حلاوه المولد بطريقه ممكن احسن مني، بس انا بجتهد ودايما اقدم الجديد، والجديد دايما مقبول او غير مقبول، تبقى افكار وارده يعني وحاجات جميله نتيجه حبه للمطبخ وحب لحضراتكم، ده الاساس طبعا. فبضطر ان انا اذاكر واجتهد واوظف الخبره الطهويه بتاعتي في ان انا اعمل حاجه جديده لحضراتكم. اتاكد ان الرغوه كلها اترفعت كده، على السكر ما ياخد الكثافه بتاعته بالشكل ده كده اهو، شلتها زي الفل. نبدا بالبنجر. ايه مغازي الكلام اللي بتقوله ده؟ بنجر في حلاوه المولد؟ ما تجرب. ده مش مسلوق. البنجر بيتجاب يتغسل ثم يتقشر ويتغسل بعد التقشير لأي رملة لأي ترابة فيه، وبعد ما يتقشر ويتغسل كويس قوي 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 هو سليم تبشريه اهو اهو. وحقوق الطبع لدينا وبس اهو. أنا مش عايزك بس إيه تقومي وتسيبي شاشة التلفزيون وتقولي الشيب بيعمل افتكاسات وبيعك الدنيا، خليكي للآخر معايا. نفعت ما نفعت، أي حاجة بعملها ببقى مجربها قبل كده، خلوا بالكم يعني. يعني أي اختراع بعمله، اي فن بعمله، ببقى مجرب وعارف ودارس وفاهم وعارف كل حاجه. وعلى فكره خبره السنين ده بنجر، حلو الكلام بالشكل ده كده، يتبشر كويس وهو ني، بس لازم يتغسل كويس. وبعد ما يتغسل كويس اشيف بوغازي نبشره علشان ما يجيش فيه رمله تحت استنى ونحس ان فيه بابور زلط، حلو قوي. ناخد الفوليه بعد تحمصها، اللي هو الفول اللي هو السوداني متقشر ومتحمص،
مفيش فيه رطوبه من جواه. اشيل دي من هنا اهو، اوسع لك الدنيا عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. حبيب هارتي اهو حلو اهو. لما نعمل اختراع جديد عشان يتسجل على شاشه القناه الاولى لازم كله يبقى تعظيم سلام له اهو. فوليه بالبنجر، يلا المحلات الحلوه تعملها وتنزلها، بس ما تنساش توقع الشيف المغازي تحت منها. ادي الفول السوداني اهو، حلو الكلام. تمام، هنقلب ده كله مع بعض على النار. كراميل ايه؟ كراميلا اهو. نقلب ده كده اهو. فوليه بالبنجر. في طبعا محلات الحلويات بوجه لها التحيه والشكر برضو، ناس دي بتشتغل وده اكل عيشها، تعمل اجتهادات وبتعمل حاجات جديده وبيعزموني، وايه رايك يا شيف مغازي، بخش اشتري ما بيرضوش ياخدوا مني فلوس. والله يا بختك يا مغازي، يقول لي دي هديه مننا، باخد العلبه واجري قبل ما يرجع في كلامه. الجو ده كله معايا، خلي بالك واجرب واشوف. ايه رايك يا شيف؟ تسلم ايديك وحاجه حلوه وبتاع. عادي، ده الطبيعي. شيفه مشهور وبتاع وبيبقوا مبسوطين ويتصوروا، ده ضريبه لازم. مش بيتعب، اللي بيتعب لازم يلاقي، لازم يحصد. تزرع خير تحصد خير، تزرع شر تحصد شر. ادي البنجر قلبناه مع الفول السوداني بالشكل ده كده، ولازم الفول السوداني يتحط على الفرن، يتحط في الفرن ويبقى كده يعني متشمع ومتحمص. خلي بالك ممكن تشتريه ابيض عادي وتحمصيه بالشكل ده كده زي الفل. نيجي للسكر بتاعنا، اخباره ايه؟ هو ده القوام اللي انا عايزه اهو اهو. هناخده بره كده ونجيب كسرالة حلوه زي دي كده. اللهم صل على النبي. شيل ده من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلي يا اوعى الاولاد يخشوا المطبخ. ولادك حاضر تمام اهو. دي خلي بالك عندك البيب الصغير، ربنا يخليه لك يعني، عشان ده درجه الغليان بتاعته قويه جدا. وخلي بالك والله العظيم انا طيب وبقول لكم على كل حاجه في قلبي، الطاسه دي لو سبتيها في المطبخ على الحوض بتاع الغسيل وترجعي تغسليها هتدعي عليا، فتخلص الموضوع من الاول كده عشان يبقى معاكي سهل. زي ما هي كده بالمعلقه دي كده، تحطي فيهم ميه سخنه كده نضفت. شفت؟ مش بسيب لك فرصه، ما بسيبش ثغره. هي كده نضفت خلاص. انا بعلمك كل حاجه اهو، مش دور ان انا اطبخ بس، بعلمك السهوله والبساطه حتى في نظافه مطبخك اهو. هاخدها زي ما هي كده واركنها على الحوض، هتضربي ايدك فيها نضفت والله. بص جيبوها لي يا شباب، الله يبارك لكم. افضي منها الميه كانك ما عملتيش فيها حاجه. لو ركنتيها بقى اهي اهي، لو ركنتيها بقى على جنب كده هتلاقي الكراميل ده مسك فيها، وتيجي تغسلها ممكن ايدك تتعور ومشاكل وحاجات تحصل. كده هي نضفت وزي الفل اهو. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل بالعسل الجلوكوز. فينه؟ اهو. بصوا حاجه عايز اقول لحضراتكم، تسلم ايديكم يا شباب. عايز اقول شفتوا الرغوه دي كده بشيلها اهو شفت السكر بدا يشد ازاي؟ ده لما ينزل على الفوليه دلوقتي، ده سخن هينزل على بارد، كله هيقفش مع بعض. حلو؟ شلت الرغوه كلها هي فيها شويه تكنيك. حاضر هطلع بس هسه. الله يبارك لكم. انا حطيت المعلقه في الزيت ليه؟ عشان السكر الجلوكوز او عسل الجلوكوز ما يمسكش في المعلقه، اخد الكميه اللي انا عايزها كده وزي الشعره بالعجينه اهو 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 اهو. شفت المعلقه طالعه في دي نظيفه اهي. هي بصوا حاجات كده بس بتخليكي واقفه في المطبخ حاسه بقى زي ملكه ست ام كلثوم واثق الخطوات يمشي ايه ملك. انا عايزك في المطبخ كده، ده المملكه بتاعتك اهو. شفت المعلقه اهي زي الشعره بالعجينه اهي اهو. ده عسل الجلوكوز ونقلبه هنقلبه كده. ومطلوب مني ان انا اطلع فاصل، سيبوني لازم ده يتقلب كويس تقليبه كويسه، عشان بعد كده هاخد منه شويه بقى وانزل على السمسميه، اخد منه شويه وانزل على الفوليه، اخد منه شويه وانزل على الشكلمه، اخد منه شويه وانزل على ايه الشوفان، وهكذا. عرفنا الاساسيات فين؟ هناخد بعدين ونطلع فاصل، وسيبوني مع الكراميل والسكر، ويجعل ايامنا كلها سكر. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي لما انا يكون معايا سكر زي ده كده غليظ القوام سميك عايزه كثيف بالشكل ده كده، هشتغل منه حلويات المولد، نعمل بقى زي المعلمين الكبار الحلوانيه الكبار واللي بنى مصر في الاصل حلواني زي الشيف المغازي. حلو الكلام اهو. بتعملي ايه؟ شفت التركيه دي بقى؟ ده وارد ان هو يجمد مني غصب عنك، درجه البروده اللي في المطبخ ممكن في تكييف في المطبخ مروحه وهكذا. تقومي تعملي ايه؟ تجيبي كسروله كبيره اكبر من اللي انت بتقلبي فيها، ويبقى في ميه مغليه يعني ماء بيغلي شديد الغليان. حلو. وتاخدي من الميه المغليه دي تحطي فين؟ في الكسروله دي. ليه يا عم الشيف؟ علشان السكر يتنه معاكي دافي وما يجمدش معاكي وانت شغاله. اهو اه شويه ميه سخنين، اوعي تحط على السكر ما تزعلنيش منك. ميه مغليه اهو. خلي بالك لو جت اي ميه هتفصل لك اللي هي السكر بتاعك. اهو زي ما انا شغال كده اهو. الكميه بقى اللي انا عايزها، ركزي معايا عشان الموضوع هنا ايه، خلي بالك شيق قوي، خلي بالك الموضوع فيه خبره طهويه كبيره قوي. هنا الشربات بتاعي والسكر بتاعي الاساس بتاعي في حمام ميه، باخد كده وانزل الكميه دي كده بالراحه. خلي بالك الموضوع فيه ايه. شفت ازاي اول ما بيتعرض لحاجه بارده بتلاقي شد على طول. وهنقلب طبعا قبل ما يمسك في الفوليه، الحاجات دي كلها مطلوبه. اخد تاني شويه. هتلاقي ايدك بتتلزق بقى، والجو اللي احنا عارفينه ده السكر اللي زي الكراميل كده. ازاي ملبن نفس السكر اللي معايا ده بياخد دقيق ونشا، وتجيب سكر باودر مع نشا، تخلطهم الاثنين مع بعض عشان تعملي الاشكال اللي انت عايزاها كده زي الفل. نقلب ده بقى بنفس المعلقه اهو. شفت القوام ده كده؟ فوليه اهي. خلي بالك هتشد منك بسرعه. التقليب هنا يبقى سريعا. مش عايز اقلب بيدي. انا مش عايز الاحمر يجي خالص في السكر، عشان انا عايز السكر ده لحاجات تانيه. وهقلب كده. كل ما تعوز زوديها، عشان ده فيه بحساب يعني لازم كلها تبقى مفلفله كده بالسكر. طب دي هتعملها ازاي يا شيف مغازي؟ زي اللي بنشوفها في المحلات، تبقى متقطعه مربعات، مثلثات، مستطيلات. حلو الكلام. ازاي؟ دي طبعا لازم عمليه تبريد. نعمل ايه يا عم الشيف؟ ركزي معايا. الله يرضى عليك. ادي اللوز، وادي اللوز ده مش عايزه، وادي الكركم مش عايزه. واشيل ده كده. البلانشة اللي بتقطع عليها طول الشهر سمك وفراخ ولحمه مغسوله عندك، مش عايز اكلفك انا. ده حل يعني. الحل التاني بتجيبي صواني، بس انا حابب انك انت تبقى في المطبخ كده ايه، عندك فراسه، فراسه في الايه، في الابداع. ورقه زبده. على عينك يا تاجر، ورقه زبده. اعمل ايه؟ احطها كده. ايه ده يا شيف؟ ايه الاختراع بتاعك ده؟ يعني ما اروحش اكلف نفسي واشتري صواني لحلاوه المولد وجوزي يقول لي كنا اشتريناها وخلاص يا حاجه؟ لا خالص، اهو معلقه زيت بالفرشاه، واجيب ورقه زبده اقطعها على قد البلانشه بتاعتي اللي انا بقطع عليها كل حاجه، وغسلها طبعا لازم اغسلها، واعملها كده بايه؟ بزيت. ليه زيت يا مغازي؟ قول لي بقى انت يا فاروق زيت ليه؟ مش هتعمل نفسك نصح؟ العب. هو ده قال لك عشان ما تلزقش حلاوه المولد في البلانشه، نقوم نشيلها بايدينا نقطع ضوافرنا وايدينا. الله عليك. زيت. والله المطبخ ده لما تخشيه بحب انت هتلاقي نفسك كده لوحدك، يعني في حاجات بتجيلك كده من عند ربنا حلوه، لان دايما اللي بيحب الحاجه ربنا بيلهمه الايه؟ الابداع. خدها مني والله العظيم. حب شغلك، حب جوزك، حب ولادك، ربنا يلهمك الابداع ويزيدك من الحب ده. خلي بالك. شفت ازاي؟ الزيت. حلو السؤال ده يا فاروق. بيقول للناس اللي مش عايزه تتخن ينفع تستخدم سكر دايت؟ لا، ما تاكلش حلاوه المولد خالص خالص. يا عم انت عايز لو وعدنا في وسط العيال وكناها كده بالهداوه هيحصل حاجه يعني؟ حبكت يعني في يوم يعني؟ ناخد الحلاوه المولد كده، ناخد الفوليه اهي. طبعا دي بقى ايه، تخش التلاجه وتسيبيها شويه، هتلاقي الكراميل ده شد، تقطعيه ايه؟ مثلثات او مربعات او مستطيلات زي ما انت عايزه. هتقولي طعم البنجر مع الفول السوداني لطيف وجميل. عايزه تجودي حط شويه حبهان، عايزه تجودي حط شويه فانيليا، عايزه تجودي حط مثلا شويه قرفه ناعمين زي ما انت عايزه.
شيل دي مش عايزها بقى. آه. تتعامل ازاي؟ ده زيت اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. واجيب حاجة زي دي كده. اسباكيولا زي دي كده. واحطها في الزيت كده. اه. ووزع كده. اختراع شيف. ها؟ تشد دلوقتي تبقى زي الفل. وحقوق الطبع لدينا وبس. فولية بالبنجر. تاني الزيت اهو. دي لما تخش التلاجة تشد. قطعيها بقى وتاكليها كده بألف هنا وشفا. وفرصة لأولادك تعالوا دوقوا الحاجة الجديدة اللي أنا عملتها. شفت النهاردة الشيف المغازي على القناة الأولى. مش كل يوم وكل سنة ناكل الفولية بطعم السكر. وفي ناس والله العظيم سنانها بتتكسر من الفولية. يعني محلات ممكن بتبيعها رخيصة موجودة. سنيننا مش هتقاوم التحميصة بتاعة الفول السوداني. أعتقد إن البرجر هنا هيدي لها شوية مرونة. شوية ليونة. شوية طراوة. آه. حلو الكلام؟ إيه رأيك كده يا باشا؟ شفت قبل كده الفولية بالبنجر؟ بالله عليك، أنا عارف الصورة أنت فرحان بيها. وأنا بسويها عشان تبقى كلها إيه؟ حجم واحد. لوحة فنية، لوحة سودانية. بالمناسبة بوجه تحية كبيرة لكل إخواننا السودانيين. حلو؟ تمام. شفت؟ زي الشعرة من العجينة، الحاجات اللي شغال بيها منديل وأمسحها وأشتغل بيها التاني. أنا عايز مطبخك كده رايق أو زي الفل. رايق أو فايق. نمسح دول كده بسرعة قبل ما يجمد فوق السكر عشان ممكن نشتغلهم في حاجات تانية. اهو واروق الدنيا على نفسي بس خلاص. يبقى انا عملت فولية بالبنجر. اشيل الجلافز ده كده واخلي دي على جنب. حلو الكلام؟ نخش على اللي بعده. سمسمية بالكركم. استاذ رحاب سمسمية المقادير النهاردة مختلفة شوية ولكن الاساس عندنا واحد. سمسمية بالكركم. وبرضه حقوق الطبع لدينا وبس. تعالوا نعمل السمسميه مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل دي كده تحت منها بلانشه انا مجهزها. ليه؟ عشان اعمل عليها سمسميه. وحاطط على البلانشه دي برضه ورقه زبده والمقادير على الشاشه. سمسم. السمسم ده متحمص وجاهز. وسكر وكركم وعسل جلوكوز معانا ده الطبيعي. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنخلي دي كده على جنب. تشد وبعدين نقطعها مع بعض. وده مكان السمسميه. ورقه الزبده اللي معايا دي كده برضو حاططها على بلانشه ومجهزها. انا بوفر عليك افكار بثلاثه تعريف. دي جاهزه اهي. هاتينها زيت وجهزها برضو. عشان احط عليها السمسميه. اي حلويات تعمليها تعملها بنفس الطريقه. زيت بفرشه كده. عشان لما تنشف معاكي وتشد تعرفي تشيليها من الايه؟ من ورقه الزبده او من الصينيه. طريقه اللحمه البارده حلوه قوي. بنجيب العرق الفليتو او الروستو او الروزبيف من عند الجزار. دي المسميات بتاعته. سعره غالي شويه معلش الغاوي ينقط. هنجيب العرق ده كده ونعمله بدبار. والدبار ده بيتباع في المحلات مع التوزبيكس ومع الشيش اللي بيتباع. هنجيب الدبار ده ونلف بيه الحتة اللحمة بتاعتنا اللي جبناها من عند الجزار بيتباع بالسعر بتاعه. ونعمله بالروزماري والثوم والفلفل الأسود المجروش. وبعدين نجهز صينية نحطه ياخد صدمة نارية من كل الجوانب بتاعته. ونحطه مع بوكيه جارنيه وندخله الفرن. استوى وزي الفول. هتعرف انه استوى ازاي؟ بتضرب فيه الشوكه او توزبيكس. طلع مكانها دم او ميه يبقى لسه عايز فرن. طلعت الشوكه زي الشعره من العجينه ما فيهاش اي حاجه والتوزبيكس يبقى استوت وزي الفل. بتعمل ايه يا مغازي؟ زي ما هو بتاخديه من الصينيه بتحطيه في الثلاجه وحذاري حذاري حذاري تفكيه من الدبار. باظ كل اللي بتعمليه ليله كامله. تاني يوم تطلعيه من الثلاجه تشيل الدبار من عليه. هتلاقي مسك نفسه كده واخد ماده جيلاتينيه زي الفل اللي هي الدهون اللي موجوده فيه. شلت الدبار من عليه تقطعيه شرايح. عايزاه بالزبده حمريه في شويه زبده. عايزاه مشوي في الفرن تقطعيه وتحطيه في قلب الصينيه يبقى مشوي. عايزاه تعمليه زي البرجر سندوتشات لاولادك اهلا وسهلا حسب الرغبه.
وان شاء الله نعمله لحضراتكم باذن الله. حلاوه المولد تاني اهو كده، انا مجهز الايه الصينيه او البلانشه اللي انا احط عليها حلاوه المولد. اجيب السمسم واجيب بوله، اللهم صل على النبي. ادي بوله معانا اهي، وادي السمسم معانا اهو. الله، كل ده يا شيف تستاهله. ده سمسم، هننزل يا عم الشيف بالكركم ده على السمسم اهو، سمسميه بالكركم. صوروا الصوره دي يا اخوانا وحطوها على السوشيال ميديا، وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى، كركم وسمسم. هتقول لي يا مغازي هتبقى، هقول لك على حاجه حلوه بس ده بسرك بقى، انا عايزها فيها سنه سبايسي، بما ان الكركم دخل في الحدوته وعشان اكثر موضوع السكريات بتاعته. نحط ايه بقى يا شيف؟ هو ده هو ده هو ده هسه ده طلع طعم جميل. هو ده بعد نعمل ايه يا عم الشيف؟ هننزل عليها بعسل الجلوكوز اللي موجود معانا، نشف. لا ما انا عامله في حمام اهو، لو انت مش عاملاه في حمام بقى زمانه نشف دلوقتي وزمانه شد، مش هتعرفي تسلكيه، تيجي تحط الازازه على النار تتكسر. شفت ازاي تصرفي وانت في المطبخ؟ نحط الاثنين جنب بعض كده وناخد من هنا نحط هنا اهو. اللهم صل على النبي. وننزل كده ايه الاختراع ده يا شيف؟ قبل ما اطلع الهواء فاروق بيقول لي انت رايق النهارده، حد يعمل حلاوه المولد في البيت وما يبقاش رايق؟ طبعا. ها اقول اقول انت قلت ايه؟ طيب مش عارفين له. طيب اختراع اختراع ما فيش، هو فين؟ مش شايف حاجه. خلي بالك هو في السمار كده، خلي بالك دي شوكولاته، خلي بالك بس عشان ايه نبقى عارفين. بيقولوا لي ده شوفان ولا ايه؟ ده علبه شوفان كده بتتباع فيها شوكولاته وفيها فستق، هي غاليه شويه والله، بس انا حابب اعملها لحضراتكم كده اصابع الشوفان لطيفه وجميله. هنشوف نعملها مع بعض دلوقتي. احنا معانا بصوا لغايه لما تقولوا لي وقتك خلص، طول ما انا واقف بقى اعمل حلاوه المولد. والله انتوا كرما، ادوني وقت بس. ونقلب ده كده بالراحه. سمسميه. نقوم نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه بقى؟ هنا الموضوع مختلف شويه. ده سمسم، نجيب طاسه كده على النار ونحطها، وناخد السمسم ده كده عشان ده هيشد معانا بسرعه، ونقلب على نار هاديه كده لغايه لما كله يدوم مع بعضه، فرصه ان السمسم يتحمص وفرصه ان يتقلب كله مع بعض. تقليبه حلوه كده، هتنزل سخنه على البلانشه اللي انا دهنها زيت على ورقه الزبده، ونسيبها لما تبرد، ونقطعها برده ايه مستطيلات. خلي بالك كل ما تحتاج سكر زوديها، واحنا بنقلب مع بعض، واقلب بالمعلقه بتاعت الكركم بما ان انا بقلب في طاسه سخنه. ده المطبخ، شويه كركبه بس الموضوع لطيف وجميل. خلي دي كده على جنب، واخد دي كده على النار واشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. سمسميه كل ما، لان السمسم هنا بيشد. شفت بدات تسيح معايا ازاي؟ اضمن ان هي كلها اتدابت مع السمسم بالشكل ده كده. الله، ريحه الكركم طالعه جميله مع السمسم والله العظيم، للامانه انا شايف ريحه حلوه قوي. اختراع. شفت ازاي؟ ممكن على فكره تعملي حاجه حلوه قوي غير المحلات، تعمليها كرات كده صغيره تبقى لطيفه وحلوه زي حلاوه الشوفان. تحطها كده في ايه؟ في الكب كيك بتاع الصغير، موجوده معانا اهي. دي طريقه برضو لتقديمها للاولاد، خلي بالك دي عايزه شويه شربات، نحط شربات. بسم الله الرحمن الرحيم. سمسميه بالكركم. محلات اللي هتعملها تدينا حقوق الطبع لدينا وبس وشكرا. حاضر، سيبونا اقلب السمسميه مع الشربات بتاعها ومع السكر بتاعها. شفت ازاي؟ اهي عشان تبقى عارفه الشكل. انا هتني اقلب كده لغايه لما كلها تبقى مزيج واحد، اخدها وهي سخنه انزل بيها على البلانشه او انزل بيها على ورقه الزبده المتونه زيت مسبقا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد فاصل طويل شوية. معلش طلبت من مخرجنا يديني دقيقة علشان التقليب هنا عاملة زي العصيدة، مجهود بجد والله. سمسمية بقى وبالكركم ريحتها جميلة جدا والله العظيم، اختراع سمسمية بالكركم وحقوق الطبع لدينا وبس. واللي بنى مصر في الأصل حلواني. سمسمية بالكركم عشان العالم لما يعملها ما ينساش الشيف المغازي صاحب الاختراع. لونها أصفر وجميل ذهبي يفتح النفس زي ما هي كده. هنشتغل بقى دلوقتي نعمل ايه؟ اللهم صل على النبي. خلي بالك النار هادية هنا، متكونش نار شديدة عشان ما تشيطش منك. ده عسل جلوكوز وسكر عاملينه مع بعض، خلص خدته كله اهو. كل ما تبقى ناشفة زودها شوية أول بأول عشان ما تصيصش مني وتديني الشكل اللي احنا متعاونين عليه أو المتعارف عليه. أعمل ايه؟ أعمل ايه؟ هو ده زي ما هي كده. باخد البلانشة دي كده بسم الله الرحمن الرحيم وانزل بيها بالراحة كده على البلانشة بتاعتي. بس خلونا ننضف ده كده. البنجر هنا عامل عمايله. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا حلوة زي ما هي كده. طبخة طبعا المحلات الكبيرة بقى بتعمل ايه؟ حلة كبيرة كده كميات 20 50 كيلو 60 كيلو. طبعا الطبيعي ان انا عايز اسلك الايه؟ الحاجات ديت. اعمل ايه بقى؟ اجيب الزيت ده كده، ده هو اللي هيخلصني من القصة دي. وانزل بقى كده. شفت ازاي؟ زيت. تاني. سلكت دي من هنا زي الفل، اشيلهم كده واركن ده بره. حلو عشان نبدا نوزع الايه؟ السمسميه وهي دافيه. السمسميه تتوزع في الصواني وهي دافيه، خلي بالك ده مهم جدا. واشتغل هنا في المكان ده. ايدي في الزيت واساوي. سخنة شوية مش مشكلة. سخنة يا شيف. ولا صينية ولا أي حاجة على البلانشة، بس لازم ورقة زبدة. وزعها كده عشان تبقى رؤية جدا. أنا بحب السمسمية الرؤية اللي هي أحس بقطمتها كده، إيه تبقى مقرمشة. اختراع يا شيف والله. ده احنا بصوا كل سنه نجيب السمسميه بلون. هي معانا هنا اهي. بقول لك ايه يا غالي حبيبي حبيب هارتي، جيب لي السمسميه اللي احنا شاريينها دي وجايبينها. والله اهي 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 ماشي اهو. جيبوها لي الله يرضى عليكم. دي لون مختلف طبعا، فيها طعم فيها ريحه حلوه. حد بيقول لي الزيت ده ما يخليش السمسميه تفصل خالص نهائيا. دي لما تشد بقى وتقفش كلها ببعضيها. اشغل دي بقى معايا. خدت شكل مستطيل ونقطعها بالسكينه برضو وهي دافيه. السمسميه بتشد بسرعه غير الفوليه. خلي بالك الاطراف تاخديها تلمها تاني وتدفيها وتفرديها عشان تديكي شكل ايه مستطيل حلو كده. وتعبيها في علب او في برطمان حلو وتخليها ولادك في الطالعه وفي الداخله ياخدوا منها. يبقى الطفل بيحب السمسم اوميجا 3، الكركم مفيد للكبد للجهاز الهضمي، قيمته الغذائيه عاليه جدا. يبقى انا استفدت بيه. ماما تاكل منها، تيتا تاكل منها، حماتك تاكل منها، انت تاكلي منها. نخش على اللي بعده. عندنا زي الفل، عندنا الشكلمة اللي هي جوز الهند وحليب بودر وعسل. تاني الشكلمة ايه هي؟ عبارة عن جوز الهند وحليب بودر وعسل. دي على البارد. حلوة كده السمسمية خلصت زي الفل.
ونشيل الحاجة دي من هنا عشان نشتغل في نعم. المقادير على الشاشة، مقادير الشكلمة. جوز الهند تقدر تحط لها شوية فانيليا تبقى طعمها حلو. ومعانا حليب بودر. مقادير ايه معلش؟ ومعانا شوية لوز، أنا عايز أحط شوية لوز على الشكلمة. واتنين بياض بيض في المقادير وفانيليا وسكر. الله أكبر. أهي دي هنا. اسمحوا لي دي كده أشيلها من هنا. يلا. عينيا. حاضر. حبيبي. نظافة. البنجر بينزل المية بتاعته عشان بقى يديني القوام. خلي بالك وده المطلوب. معناته إن المية تفصل من البنجر كده أنا ضمنت إن الإيه؟ الفولية بتاعتي تشد وتبقى زي الفل. طبيعي. خليها هنا برضو. ونشيل كده من هنا. مخرجنا عايز النظافة أول بأول. تمام. تعالوا مع بعض نكمل شغلنا في الشكلمة. بنجيب كسرولة. هي في نفس الكسرولة عادي. دي جوز الهند ناعمة. بنحط عليها الحليب البودر. عايزة بطعم الفانيليا بحط شوية فانيليا. بحط عليها شوية سكر بودر. اهو. معانا لوز، يا مزاجه اللوز، الاولاد بيحبوا الشكلمه، ايه المشكله لما زودتها شويه لوز؟ شكلمه باللوز كله يلا زي الفل. السكر بتاعنا اخباره ايه؟ اهو نقلب كده زي الفل، انا مخلص زي الفل تمام اهو. باخد من السكر ده كده يا عم الشيف اهو. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي على الشكلمه من ايد المغازي. وعجنها تاني حليب بودر جوز الهند ولوز وفانيليا. خلي دي على جنب ونتدخل بالايادي الخشبيه. اذا احتاجت شربات نحط شربات. لغايه لما عجنها عجينه حلوه كده زي عجينه التمر. واكورها عندي هنا عينيا. هنا. زي الفل. هنا. هي بس الفكره عايز اوصلها لحضراتكم عشان نعمل حاجه جديده في حلاوه المول. احنا اتفقنا من بدايه الحلقه الموضوع النهارده مش محمر ومشمر. موضوع فيه شويه خبره طهويه، فيه تجديد، فيه تغيير، فيه اقدم حاجه حلوه لاولادي، فيه ان انا اقدم حلاوه المول لاولادي بشكل جديد. مش مطلوب منك تعملي كل ده على فكره. مطلوب منك تعملي واحد بس، صنف واحد من ده بس، تبقى عندك افكار كده حلوه. دي الشكلمه على البارد، بيسموها على البارد يعني ايه؟ الشربات نازل سخن على الحليب البودر، ونازل سخن على جوز الهند، ونازل سخن على الفانيليا وجوز الهند. عجينها بايديا بقى. لغايه لما تتكور معايا. سخنه يا ويلي. الله. ولادك هياكلوا منها يدعوا لك. طعم الفانيليا رهيب في مناخيره والله العظيم، حاجه حلوه قوي. وفيها جوز الهند. وفيها زبيب، ممكن نحط زبيب. شفت الشكلمه بتاعت المغازي اهي. دي لما تبرد بقى اتفرج عليها. احطها فين بقى؟ هنا. الله. ممكن تحط فستق حلبي جواها، جوه الخلطه مكان اللوز. ممكن تحط فول سوداني، ما عنديش فستق احط فول سوداني. وعملت حلاوه المولد الشكلمه باللوز. حقوق الطبع لدينا وبس. سمسميه عملتها بالكركم، عملتها بالكركم لطيفه وجميله، وعملت كمان الفوليه الجميله بالشمر او بالبرجر بتاعنا عشان ولادنا بيحبوها. تاني نقول افكارنا بسيطه وحلوه بمناسبه المولد النبوي الشريف. بنهني حضراتكم وبنهني كل الساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير من على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل يوم من مزبيهم.